في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 378 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 23 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 208 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 50 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 746 قطعة سلاح ناري، أبرزها 114 بندقية و67 بندقية آلية و36 مسدساً و528 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و85 خزينة، إضافة ل1140 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 428,096 حكما قضائيا، من بينهم 1637 حكم جناية، 151,786 حكم حبس، 213,147 حكم غرامة، و 61,526 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط أربعة تشكيلات عصابية ضمت 18 متهماً قاموا بارتكاب 36 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 91 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 123 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1004 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها أكثر من 82.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وقرابة 263.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين تقارب 21.5 كيلوغرام وعدد 26,158 قرص مؤثر و91,395 قرصة ترامادول مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 21 مليون جنيه. كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.